مصر السنة دي بتشارك في فعاليات الدورة 18 من بينالي فينيسيا الدولي للعمارة، وده من خلال معمل المستقبل نايل لاب، واللي بيعتبر نتاج تعاون مشترك ما بين جامعة عين شمس وجامعة ميديترينيا راجيو كالابريا بإيطاليا. عظيم طبعا. عايزين نعرف أكتر عن بينالي فينيسيا والمشاركة المصرية من المهندس محمد أبو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري والمشرف على جناح مصر بينالي فينيسيا. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين اكتر عن بينالي فينيسيا وايه هي اهميته العالميه. طبعا بينالي فينيسيا للعماره من اهم المحافل الدوليه في مجال الفنون، بيبقى دوره سنه بتتم للبينالي للفنون ودوره السنه اللي بعدها بيبقى للعمارات. في يعني دول كتيره جدا بينالي دولي، مصر هي الوحيده اللي تملك جناح دائم في البينالي. احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري بنعمل على ان احنا نطرح مسابقه دايما للمشاركه المصريه بينالي فينيسيا. السنه دي كانت الدوره عن معمل المستقبل، وكانت الفكره دي بتطرح من اداره البينالي. طرحنا المسابقه وشارك فيها العديد من شباب المعماريين المصريين، فاز فيها مجموعه متميزه من جامعه عين شمس عباره عن مجموعه من اعضاء هيئه التدريس بالاضافه الى الخريجين من الكليه في تخصصات مختلفة. ودي أهمية البنالي، بنالي العمارة بيطرح دايما فكرة فلسفية، والسنة دي كان معمل المستقبل مقصود أو مختبر المستقبل، إزاي العمارة هيكون لها تأثير في المجتمع في المستقبل. الموضوع اللي تقدم وفاز هو نايل لاب، لقينا طبعا نهر النيل من هو شريان الحياة، وأفضل حاجة إن احنا نعمل عليه دراسة مستفيضة في مجموعة محاور. المجموعة اللي فازوا وقدموا دراسة على محاور الطبيعة المتأثرة بالنيل، الزراعة، العمران، البنية التحتية، الآثار اللي مطلة على النيل. وفاز المجموعة وبدأنا في إعداد الجناح في القاهرة، ثم شحن العمل للمشاركة في فعاليات البناء، والبناء افتتح يوم 19 بدور معالي وزارة الثقافة. والحمد لله لغايه النهارده، يعني النهارده التقارير بتقول ان في اقبال جيد جدا على زياره الجناح والتعرف على الابحاث اللي اتقدمت، لان السنه دي اول مره يبقى في مشاركه ما بين الباحثين المصريين وجامعات كتيره. في اكثر من 18 جامعه مشاركه بدراسات حواليهم الثمان محاور اللي احنا قلناهم، ازاي رؤيه كل جامعه ازاي تعمل مجموعه بحثيه انها تدرس محور الزراعه على محور الاثار على وبالتالي السنه دي هو معمل فعلا للافكار وللحلول الفنيه والدراسات والابحاث حوالين المجموعه اللي انا قلتها. طب انا لو انا فاهمه صح من حضرتك ان احنا هنا النهارده بنتكلم عن المستقبل، العماره والمستقبل، صح؟ اه بالظبط. طيب النايل لاب ازاي هيحل مثلا مشاكل ليها علاقه، او لو العماره هتتاثر بالمستقبل باي بقى عوامل خارجيه بتأثر عليها، هل في حلول مستقبليه اللي بيقدمها النايل لاب في البنالي؟ بالضبط. يعني هو المحاور في اطار بحثي بتدرس، لو اتكلمنا مثلا عن محور التعامل مع العمران حوالين مسار النيل، ازاي يبقى في ريجوليشنز معينه تحمي طبيعه النيل، الجزر النيليه اللي موجوده، ايه الافكار اللي ممكن تحافظ على البيئه المحيطه بنهر النيل في المستقبل، وفي نفس الوقت تحقق خدمات للمستخدمين. وبالتالي كل محور من دول بيعمل دراسات وافكار ازاي نتعامل افضل طرق للزراعه حوالين النيل، افضل طرق للحفاظ على اثارنا وانها تبقى مصدر دخل سياحي مع الحفاظ على العمرانيه المحيطه بها. كل دي افكار وابحاث ودراسات اتقدمت في المختبر اتعرض فيه. طيب جهات كتيره شاركت بحسب ما حضرتك اتكلمت في هذا العمل حتى يخرج بهذا الشكل، دور كل جهه ايه يا فندم؟ هي طبعا احنا كجهاز قومي للتنسيق الحضاري احنا اللي قعدنا او اشرفنا على المسابقه واشرفنا على اعداد الجناح بالتعاون مع اكاديميه الفنون في روما، الاكاديميه المصريه للفنون في روما، بالاضافه الى ان التشارك في الابحاث هي مجموعه الجامعات اللي انا ذكرتها من خلال الابحاث اللي اتعرضت في الجناح. فكل الجامعات المشاركه هي كان دورها هي العمليه البحثيه في مجال المحاور اللي احنا قلناها، لكن اعداد الجناح وتنفيذه
كان شراكه ما بين الاكاديميه المصريه للفنون بروما والجهاز القومي للتنسيق. والجناح ده يا فندم دائم، ومصر الوحيده في الشرق الاوسط اللي عندها جناح دائم. بالظبط. احنا شايفين طبعا صور، وده يعني بيميزنا، وعشان كده يعني مصر حريصه دايما انها تكون مشاركه في هذه الفعاليات. لا ومهم جدا نكون متواجدين بالفعل. وكنا شايفين من شويه كمان على الشاشه دلوقتي شكل النايل لاب عامل ازاي، شكله زي ما بيقولوا مستقبلي او فيوتشرستك، يعني مبسوطين بمشاركه الطلبه المصريين في البنالي. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا ليك المهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري المشرف على جناح مصر بنالي فينيسيا.